انه احتجاج او اللمة هذه اساسا هي موضوع نتاعها تأثير التلوث على خاصة ميناء صيادة اللي مثل يعني اقل شيء هو مورد ممكن المصدر الوحيد ولا مورد رزق اقل شيء 800 عائلة في صيادة لهنا، ونشوفوا كل عائلة فيها قداش من عبد يعني متواجد فيها يعني وليو الاف. اني نحب نتساءل سؤال اول حاجة بخصوص التحركات. يا اخي عادة التحرك حكم حتى خدمتي هذه وقعي اني كاستاذ مقري، كي نعطي معلومة اني لتلميذي يقبلها مني مسلمة صدق الله العظيم، من غيري يعطيه نفس المعلومة صحيحة ما يقبلهاش. هذه ولدي معناتها مثلا اللي نجح سنة في السادسة ابتدائي، قري هي معلمة بتاع تعليم ابتدائي ما لهمش اختصاصها في مادة الانجليزية، يقول لي في حاجش فيها في ان استاذ انجليزي حاجش فيه معلومه غلطه، معناتها نقول له لا ما يجيش هيك، يقول لي لا صدق الله العظيم بالنسبه لي، لان هذه وقع الخطاب من عند الشخص المخاطب. دونك وقت اللي نحاولوا باش نلقاو حلول، اني بصراحه ضد فكره انه يتحرك المجتمع المدني هو في الواجهه وبعد تجي السلطات المحليه هي بعدين في الخلف. السلطات المحلية هذه صيادة يا أخي، هذو هما هذه صيادة، الموضوع اللي يهمهم الكل يهم صغارهم، مهمش هذول هما. ثاني شيء أني نحب نتساءل يا أخي، المشكلة أساسا على الميناء، في وينهم البحر؟ وينو كاتب عام نقابة البحر؟ وينو الكاتب عام تحت؟ يا أخي هما أساسا هما الموضوع، لب الموضوع يخص الميناء بتاع صيادة، هما المفروض يكونوا هما أول ناس تكون توقف وتعمل تهدد. حتى كي نحكيه على إضراب عام في آخر كما نقوله معناتها في آخر حل، إنه يكونوا البحارة يعملوا هما إضراب وقت يوصل معناتها يكون عنده وقع. ثاني أكبر ميناء في الولاية يمول معناتها يطعم في آلاف الناس. دونك مش نحطوا إحنا مجتمع مدني باللي باش يتحركوا بعض الأشخاص والسلطات والناس المعنية بالأمر هي التالي. فما نقطة أخرى بالله نحب نتساءل، أني الجرافات التراب اللي قاعد يتحط في صيادة ويردم في الشط اللي الناس كانت يعوموا في البياضات يشقوا 20 متر وتوا ولاو بال 200 و300 متر، شنو الفائدة بتاعه؟ لأنه زاد هذاك مش داخل في التلوث وقتلان معناتها البحر لهنا. شكرا. يعطيك الصحة سي مالك.